ويوم تقديم كتاب أطلس التراث الطبيعي والثقافي لإقليم أوسر، وهو ثمرة جهود أخذت كثير من السنين من الوقت لأنه منطقة شاسعة، وكذلك لوجستيكيا كيطلب بزاف ديال السفريات الميدانية وفرق علمية متخصصة. ولكن الحمد لله اليوم كنشوفوا بأنه المشروع تنجز، وهو أطلس علمي متفرد وفريد من نوعه، وهو صالح علميا صالح الباحثين وكذلك الطلبة وكذلك الناس ديال المنطقة والمنتخبين والناس ديال المنطقة باش يعرفوا التراث ديالهم أولا، وكذلك ياخذوا المبادرات محليا للحفاظ على التراث واستغلاله في التنمية المحلية مثلا السياحية. ما تنسوش بأنه كذلك هذا العمل بين بأنه هناك علاقة وطيدة بين الشمال المغربي ووسطي وجنوبي، لأنه علاقات ثقافية وعلاقات كذلك بين الوحيش المنطقة بين الجنوب والوسط والأطلس والشمال، وهذا يبين بأنه الوحدة الترابية، يعني وحدة ترابية راه ماشي وحدة فقط جغرافية ولكن وحدة كذلك ثقافية وطبيعية. والحمد لله هذا المشروع هو الآن بصدد الاستغلال دياله علميا، لأنه سيدخل عندنا في وزارة الثقافة في الجرد العام للتراث الوطني، غيكون دونك هذا المشروع بيان سور غيكون داخل في الجرد العام، غيكون متاح للجميع ويمكن من الحمايه ديالو لانه غيكون بيان سور محمي قانونيا. كذلك غادي يكون غندخلوا فيما يخص فيما نسميه السيستم دانفورماسيون جيوغرافيك او نظام المعلومات ليكون متاح للعموم وكذلك للباحثين من خلال خريطة أركيولوجية عامة ديال المغرب. احنا اليوم حضرنا بمقر الأكاديمية المملكة المغربية إصدار نسخة من كتاب أطلس التراث لإقليم أوسرد. هذا العمل الكبير للباحثين المغاربة اللي غادي يسلط الضوء على ما يزخر به إقليم أوسرد من تراث مادي وغير مادي، وتسليط الضوء على النقوش الحجريه وبذلك الاقليم بطبيعه الحال، الشيء اللي غادي يساهم في التنميه ديال هذا الاقليم. هذا بطبيعه الحال هذا الكتاب اللي يساهم في الاخراج ديالو لحي الوجود، مجموعه من الباحثين المقاربه اللي عملوا عليه بشكل كبير، وبطبيعه الحال هذا الكتاب غادي يساهم بشكل كبير في اغناء الخزينه الوطنيه، تعريف بتراث هذه المناطق بطبيعه الحال اعتبارا انها جزء من المغرب اللي تغيب فيه المعلومة فيما يتعلق بالتراث الثقافي في إطار المغرب المتنوع ديال الثقافات. المغرب اليوم بطبيعة الحال يحظى بثقافات متنوعة، المراجع المتعلقة بأقاليم الجنوبية هي ضعيفة شيئا ما، وهذا بطبيعة الحال عمل كبير، والمكان والزمان اللي نتواجدوا فيه اليوم هو خير دليل على عمل جبار وكبير للنخبة الوطنية من أجل تعريب هذه المناطق الغالية على جميع المقاربة. مشروع هذا الكتاب فهو مشروع اللي بدأ في 2013 ودرنا 4 سنين ديال بعثات ميدانية. هذا المشروع كان في الأول الأوبجيكتيف ديالو الأول هو التعريف بالتراث الثقافي والسيكتور الأركيولوجي والطبيعي في منطقة أوسرد. بدينا بأوسرد، ممكن أننا من بعد غنبداو بوادي الذهب يعني، وتم بطبيعة الحال هاد العمل الحمد لله بعد 4 سنوات من العناء في الميدان، ولكن الحمد لله لقينا منطقة غنية جدا بالتراث الأركيولوجي والطبيعي. بعد الجرد كان عندنا 3 ديال الأنواع من هذا التراث الأركيولوجي سخطو، كاين المواقع الأثرية اللي غنية بالأدوات الحجرية والخزاف وما وإلى آخرها، وكذلك المواقع للنقوش الصخرية والمقابر الجنائزية اللي كانت هي أكثر أنواع اللي موجودة بكثرة في سميتو، ولكن كنلقاوها دائما قرب المواقع ديال النقوش الصخرية، كيكونوا دائما مقاربين. في هذه المنطقة قدرنا نجردوا أكثر من 43 موقع أثري، ما بينهم بيان سور مواقع النقوش الصخرية كلهم وكذلك المقابر الجنائزية،
وكانت هذه المقابر الجنائزية خصوصا كتتميز أشكال مختلفة زعما كثيرة جدا، وجعلتنا أننا نتسألوا واش نفس النوع البشري أفن نفس الجروب سوسيال سورتو اللي بنا هذه المقابر اللي دفن فيها الموتى ديالو. طبيعة الحال عارفين بأن كاينين فيهم الموتى، لأن لقينا بعض المقابر منبوشة ولقينا فيها عظام الإنسان. هاد الدراسة هذه كتجعلنا أننا نزيدوا في البحث باش نعرفوا هاد الإنسان شكون هو، كيفاش كان عايش، طريقة العيش ديالو، حياته كانت سهلة أو لا، كانوا بيان سور لقينا نقوش صخرية ديال الحيوانات اللي مدجنة، واش غير هادوك الحيوانات اللي في النقوش الصخرية هي اللي كانت مدجنة ولا كانوا حيوانات أخرى. يعني هاد الأسئلة كلها غنحاولوا نجاوبوا عليها من بعد الحفريات الأثرية إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.